ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هعمل معاكم تارت لابار بالنوتيلا، التارت اللي مكسر الدنيا، كل الناس بتحبه تقريبا، والولاد كمان بيحبوه قوي. هعمله معاكم بطريقه سهله، والمقادير بتاعته بسيطه جدا وتكلفته هتكون قليله. تمام، اللي انا محتاجاه للتارت بتاعتي، عندي 100 جرام من الزبده، عندي نص كوبايه من السكر البودره، هحتاج بيضه، هنا عندي معلقتين كبار من الكاكاو الخام، عندي ربع معلقه صغيره من الملح، وعندي استخدمت هنا باكوين فانيليا صغيرين. تمام، وهحتاج كوبايه ونص من الدقيق. يلا بينا نبتدي الوصفه بتاعتنا. اول حاجه هحط الزبده بتاعتي، وبعدين هضيف لها نص كوبايه من السكر البودره، وهضرب المكونات دي كويس جدا مع بعض. انا هنا خلاص ضربت الزبده بتاعتي مع السكر البودره كويس، ودلوقتي هضيف البيض وهضيف عليه الفانيليا، وبعدين هضيفهم على الخليط بتاع الزبدة والسكر وهضربهم كويس مع بعض. تمام، دلوقتي انا خلاص ضربت البيض مع السكر البودره ومع الزبده كويس جدا، دلوقتي هضيف لهم كوبايه ونص من الدقيق المنخول، وهضيف تمام، زي ما انتم شايفين الخليط بتاعي بقى عمل زي عجينة.
دلوقتي بقى هنبدأ نشيله. تمام، عندي بالشكل ده، وهنبدأ نرصه في الصينية. انا هنا عندي صينية الكب كيك، انا كنت وريتها لكم قبل كده، عندي القاعدة بتاعتها بتتحرك. تمام، دي بتكون سهلة عليا، وكمان حجمها صغير بيكون حلو قوي في التارت. لو عندكم قالب تارت كبير ممكن تعملوه كبير، مش لازم ان انتوا تعملوه ميني بنفس الكمية اللي انا عملتها. لو متوفر عندكم صينية كب كيك عادية خالص برضو اوكي، هيكون كويس بالنسبة لكم، لان هو التارت اصلا مش بيلزق. تمام، فانتوا ما تخافوش، فدي اوكي متوفره مش متوفره، تقدروا تستخدموا اللي انتوا عايزينه. تمام، انا بس عايزه اوريكم دلوقتي ازاي هنحطوا الصينيه بتاعه الكب كيك اهو. تمام، بقى عندي بالشكل ده، هخلص بقيه التورت كله وهحطه في الصينيه وهرجع لكم مره تانية. انا كده خلاص خلصت الكميه اللي انا قلت لكم عليها دي، تقريبا تعمل معاكم 20 قطعه من التارت او اكتر. وهنا برضو عملت في قالب كب كيك عادي علشان برضو مش الموضوع. تمام، دلوقتي عندي بس، ودلوقتي هبدا بقى اخرم التارت بتاعي بشوكه بالشكل ده. انا كده خلاص عملت القالب بتاع التارت بتاعي بالشوكه علشان ما يتنفخش مني في الفرن. دلوقتي انا هدخله الفرن على درجه حراره 180 بالظبط، قاعد معايا 15 دقيقه. تمام، وهنطلعه على طول وهنسيبه يبرد شويه ونبدا نزينه. انا التارت بتاعي خرج من الفرن خلاص زي ما انتم شايفين. تمام، ده شكل التارت بتاعي لما خرج. عايزه اقول لكم ان هو ريحته والطعم بتاعه يجنن يعني فعلا، يعني احنا ممكن ناكله عادي، ممكن ناكله كده، مش لازم ان احنا نحط فيه نوتيلا او نحط فيه اي حاجه، يعني طعمه يجنن، طعمه طالع روعه ما شاء الله. انا خلاص التارت بتاعي بقى جاهز للتزيين. هجهز الكريم شانتيه وهجهز النوتيلا معاكم وهنبدا نزينه سوا مع بعض. ودلوقتي هنبدا في تزيينه مع بعض. تمام، انا عندي هنا اهو التارت، هو لابور بيكون فيه في الاول كريمه بسيط خالص. وبعد كده هضيف له النوتيلا، انا هنا بس حطيتها هنا علشان اسهل شويه. ممكن بقى برضو لابور بيضيف له بندق. انا كده تقريبا عملته زي بتاع لابور بالظبط، التارت وجواه الكريمه وعليهم النوتيلا والبندق. تمام، نعمل واحده تانية معاكم. اول حاجة
التلاجة، هحط له طبقة الكريمة. وبعد كده هحط له النوتيلا. وبعدين هضيف له البندق. بالشكل ده ممكن اعمل معاكم واحدة كمان بالمالتيزرز، نفس الخطوات برضو هحط لها الاول طبقة من الكريمة. وبعدين هضيف لها النوتيلا. هنا عندي اي مالتيزرز، ممكن برضو نسوقها بالمالتيزرز بالشكل ده. برضو مالتيزرز بالشكل ده. تمام، انا كده خلاص ذوقت جزء من التارت. يعني انتوا بتهيألي باين بالنسبة لكم شكله روعة ازاي، شكله تحفة وبالظبط بالظبط طالع زي التارت بتاع لابوار بالظبط. تمام، اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه، سهله وسريعه مش مكلفه خالص. يعني انا عملت تقريبا 20 قطعه بما يعادل مثلا قطعتين من التارت بتاع لابور. تمام، بس انا عاملاها هو الحجم بتاعه بتاعي اصغر شويه اللي هو الميني. يا رب تكون عجبتكم الوصفه، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واستنوني فيديو جديد ووصفات جديده. وبرضه هفتح معاكم واحده من النص ونشوفها سوا، يلا بينا. عايزه اوريكم برضو شكله من جوه عامل ازاي. تمام، انا عندي هنا اهو، عندي هنا اهو فتحته، انا عندي التارت. تمام، التارت والكريمه والنوتيلا والبندق. الطعم بتاعه تحفه بجد، ما تنسوش تجربوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني فيديو جديد ووصفات جديدة. مع السلامة.